الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد خبراء في الشأن المالي والاقتصادي أن تأخير إرسال جداول الموازنة العامة لعام 2024 إلى البرلمان يمثل تحديا جديدا يواجه العراق، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد. وبينوا أن تأخير الموازنة يمكن أن يؤدي إلى تعثر التخصيصات المالية للمشاريع الاستثمارية والخدمية، ما يعرض استمرارية التنمية الاقتصادية للتوقف. وأوضح الخبراء أن العجز المالي المتوقع يمثل تحديا خطيرا لاستدامة الدين العام، وقد يعرض البلاد لأزمة مديونية إذا لم يتم التعامل معه بحكمة وفاعلية، مشيرين إلى زيادة متطلبات الرواتب وتذبذب بنود الموازنة بسبب أسعار النفط والطابع الريعي للاقتصاد، اللذان يجسدان تحديات إضافية تعكس تحديات هيكلية، وهي تحديات معقدة تتطلب تدابير عاجلة وفعالة. سجل خام البصرة خسائر أسبوعية على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا مع تعاملات نهاية الأسبوع، وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس على انخفاض بلغ 5 سنتات ليصل إلى $80.19 للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بلغت $1.74. فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 5 سنتات ليصل إلى $83.14، وسجل أيضا خسائر أسبوعية بلغت $3.29. احتل العراق المرتبة الأولى للصادرات الأردنية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الربع الأول من عام 2024 بحسب أرقام ومعطيات إحصائية رسمية. ووصل حجم التبادل التجاري بين الأردن ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الربع الأول من العام الحالي إلى 1,966,000,000 دينار أردني مقابل 1,797,000,000 دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب أرقام ومعطيات إحصائية رسمية أردنية، فإن العراق احتل المرتبة الأولى على سلم الصادرات الأردنية لمنطقة التجارة الحرة العربية في الربع الأول من هذا العام لتبلغ 177,000,000 دينار مقابل 109,000,000 دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 62%. تلتها السعودية بقيمة 197,000,000 دينار، ومن ثم الإمارات بقيمة 64,000,000 دينار. قال رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي إن هناك الكثير من الإمكانات والفرص في تركيا، وهذا هو الوقت المناسب للاستثمار فيها. وأوضح الأتربي أن هناك تطورات إيجابية في الاقتصاد التركي، ولفت الانتباه إلى سياسات المطبقة مع الإدارة الاقتصادية الجديدة، مشيرا إلى أن العلاقات بين تركيا والدول العربية تتحسن باستمرار. وقال إن حجم التجارة البيني وصل إلى ما يقرب من 73 مليار دولار، متحدثا عن السياحة بقوله إنه من المتوقع أن يزور ما يقارب 10 ملايين سائح تركيا هذا العام. قال البنك الدولي إن تعطل إمدادات النفط في حال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي. وقال البنك إنه قد تؤدي إلى تعطل حاد في الأسعار، تجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل، ما يزيد التضخم في عام 2024 بنحو نقطة مئوية واحدة. وأضاف أن استمرار التوترات الجيوسياسية على مدى العامين الماضيين أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والكثير من السلع الأولية الأخرى حتى مع تباطؤ النمو العالمي. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
ختام المجازي للقاء.